السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم وهو الـ Dermatologic Drugs and Pregnancy. يعني ايه هي الدراجز اللي اقدر اكتبها لpatient pregnant وانا مطمن ومرتاح ومتأكد ان مش هيكون في اي complications ولا side effects لا على الام ولا على الفيتوس او البيبي، وإيه هي الدراجز اللي ممنوع ومحرم ومن الإجرام إن أنا أكتبها في واحدة pregnant، وإيه هي الحاجات اللي يمكن فيها اختلاف أو فيها controversy. ليه الموضوع ده مهم؟ لأن أكيد كلنا مرينا بإنك جاي تكتب prescription لحالة وتكون pregnant، أكيد مرينا بالسيتويشن ده، وساعات كتير بيكون في confusion هل الدرج الفلاني ده اوكي ان انا اكتبه فعلا ولا ممكن يكون في مشكلة. وفعلا لازم نكون alert بشكل كافي واحنا بنكتب البريسكريبشن بتاعتنا، خاصة لواحدة pregnant. ليه؟ لان في قصة مشهورة جدا للأسف، وهي أكبر دليل على قد إيه المفروض يكون في حرص شديد جدا في التعامل مع الـ pregnant patients. الصور اللي احنا شايفينها قدامنا دي مشهورة جدا، واللي بيقرأ فيكم عن الثاليدوميد drug اللي بتذكروه وبتقروه كويس جدا يمكن في الليبروسي وفي بعض الانديكيشنز التانية خلال الكورس، لكن الدواء ده أول استخدام ليه وأول ما نزل السوق من سنين طويلة كان أهم indication ليه إنه يستخدم في علاج morning sickness اللي بيجي للpregnancy. تخيلوا إن الدواء ده كان توظيفه الأول والماركتينج والدعاية اللي اتعملت ليه إنه ده فعلا بيساعد جدا كل الفيميلز اللي بيعانوا من morning sickness during pregnancy، وكان very effective في انه يحل مشكلة morning sickness. وللأسف بعد فترة اكتشفوا ولاحظوا ان عدد كبير من الفيميلز اللي خدوا الثاليدوميد بدأ يحصل مشاكل في الاوتكم بتاع البريجنسي. الاطفال بقت تتولد وعندها سيفير كونجينيتال انوميليز اللي انت شايفينها، واهمها والموست كومن تو كير الفيكوميليا او الايميليا، ان ما يكونش فيه اساسا لامس او تو بي هايبوبلاستيك. الابر لامس واللور لامس فيها فيري اجريسيف ديفورميتيز، وبدأوا يلاحظوا الكلام ده في عدد كبير من البيشنز. ده يمكن الثاليدوميد ده هو المشكلة. للأسف كانت يعني كارثة كبيرة جدا، وأعداد وألاف من الحالات حصل فيها السيفير كونجينيتال انوميليز، وكانت فضيحة للشركة وازاي الدواء نزل وفين الاستاديز اللي بتتعمل قبل ما يحصل انه يتطبق على البيشنز، وده يعني سايد افكت مش هين، وقضايا اترفعت من البيشنز على الشركة وموال كبير جدا. للأسف يعني مش هيحل الكونجينيتال انوميليز اللي حصلت، وما تفتكروش ان دي حاجة بتعدي بسهولة في الدول اللي بتراعي أدمية البيشنز. فكانت فضيحة كبيرة جدا، وللأسف كان ضحاياها عدد كبير، ولا زال في منهم ناس عايشين. كاتاستروف أو تراجيدي أو ديزاستر، كل الأوصاف اللي ممكن توصفوها لدواء اتكتب لواحدة بريجننت، ومش كده وبس، ده يعني كان بيتحلف ان ده very effective and very safe. وفي الاخر الشركة اعتذرت للpatients وللضحايا، وعملوا كمان يا سيدي تمثال لطيف تخليدا لذكرى الضحايا والتراجيدي الكبيرة اللي حصلت. طبعا ده is nonsense. للأسف احنا مش عايزين نقع في نفس المشكلة، ان اكتب drug يكون عليه علامة استفهام في واحدة pregnant، او ان انا اكتب حاجة يكون already معروف انها contraindicated،
او العكس، افرض ان الدواء ده is okay وبالعكس انا ممكن افيد البيشنت ايفن وهي بريجننت بانها تستفيد من الدواء ده، واقدر اعالجها بكل سيفتي ممكنه، ده كمان لازم ابقى عارفه. ما اقدرش احرمها من التريتمنت وما اقدرش اديها تريتمنت to do harm. فهل يا ترى كم واحد فينا مر بالموقف ده؟ جبت الروشتة وجيت تكتب، اه هو الاسايكلوفير ممكن اديه لواحدة بريجننت اورال ولا لا؟ قعدت تفكر تسأل زميلك، حاجة من الاتنين، احنا اغلبنا يا اما بياخد السيف سايد ويأفويد، وانت كده يبقى اذيت البيشنت بانك حرمتها من العلاج لانه ما كانش هيكون حقيقي في مشكلة او اي هازرز، او ناس مننا ممكن بتاخدهم الجراءة بزيادة شوية، او بعضنا ممكن بيجهل وبيكتب whatever ايه من غير ما يكون متأكد ان في سيفتي كافية، وللأسف ممكن يوقع البيشنت في سايد افكتس كبيرة جدا وخطيرة جدا. فعلشان كده لازم نفكر كويس جدا قبل ما نكتب اي بريسكريبشن لبريجننت فيميل. هو بشكل عام في قاعدة بتقول ان تقريبا اخطر فترة ممكن تكون وقت البريجننسي تقريبا هو الفيرست تريمستر، ده الفترة اللي بيحصل فيها الامباريوجينيسيس او تكوين الاورجنز، ولو حصلت مشكلة أثناء البيريود دي بيكون في سيفير مالفورميشنز وميجور مالفورميشنز تقريبا من الأسبوع الثاني لحد الأسبوع الثامن من الكونسبشن، أو لو حسبت من اللاست منسترال بيريود من 35 to 70 days after. دي أخطر فترة roughly هنقول في الفيرست تريمستر، لازم تكون كمان more cautious. مفروض مننا نبقى عارفين كويس ايه هو الـ FDA classification for drug safety in pregnant female، وايه هي الـ drugs اللي فعلا safe to prescribe مفيش اي مشكلة، وايه الـ contraindicated medications. وبالنهاية كل هدفنا ان احنا لما نكتب prescription نبقى متأكدين قدر الممكن ان مفيش اي مشكله هتكون بنتيجه لي او بسايد افكت للدراج اللي حضرتك كتبته. ودايما بيبقى عندنا في جزء هيزي شويه او في كونترفيرس، ولازم برضو نبقى اوير بيه. الفود اند دراج ادمنستريشن عملت كاتيجوريز للدراجز ديورينج بريجننسي للسيفتي، وقسمتهم A, B, C, D, and X. يا ترى مين الكاتيجوري السيف ومين الأقل وإيه أسوأ كاتيجوري فيهم؟ أنا كنت زمان بحفظهم كده، إن كاتيجوري A is okay لو الدراج ده حضرتك وإنت بتقرأ عرفت إنه كاتيجوري A، اعرف ان هنا مفيش مشاكل، مفيش فيتال ريسك. لكن في الـ other pool of the classification category X على الناحية التانية، دي اسوأ حاجة ودي اللي ممنوع نهائيا ان احنا نكتبها contraindicated in pregnancy، جريمة اذا حضرتك كان المديسن ده category X وتفضلت مشكورا انك كتبته للبيشنت، ده ما ينفعش اطلاقا. ما بين كاتيجوري A which is okay ما فيش مشاكل والكاتيجوري X عندي 3 B C and D. كل ما تتحرك اتجاه ال X انت كده بتدخل في الريسك بدرجة اكبر. يعني كاتيجوري A افضل كاتيجوري والموست سيف ما فيش اي فيتال ريسك، اللي بعدها في الريسك هتبقى الكاتيجوري بي، هنا بيكون حصل فعلا ريسك من خلال الستاديز لكن كان على مستوى الانيمالز وما كانش في مشكلة حقيقية حصلت في الستاديز على مستوى الهيومنز، فإلى حد ما لازال في سيفتي بروفايل كويس جدا. في الكاتيجوري سي الريسك بدأ يزيد أكتر،
ومع الكاتيجوري دي لا هنا الريسك ظهر كمان في الهيومن ستاديز على الهيومن فيتوس، وده اكيد هيكون سيء جدا، ومش هفضل ابدا ان انا اختار دراج اذا كان في الكاتيجوري دي. غالبا from A to C بنبقى في safe side. D and X لا طبعا، X اكيد لا، دي برضو ياريت جدا بلاش الا اذا كنا مضطرين خالص. اذا كان البنفيتس overweight the risk of the drug ده ساعتها اضطرار، لكن اغلب الاختيارات بتاعتنا هتبقى ما بين الكاتيجوريز A, B and C. لو جينا شفنا examples للكاتيجوريز، الكاتيجوري A للأسف مش هتلاقوا فيها حاجات كتير. يعني ايه اللي مسموح واوكي ومفيش اي فيتال ريسك؟ الثايرويد هرمونز تمام، طيب الفيتامينز بالريكوايرد ديلي الاونس دوزز مش بالاوفر دوزز، يعني حتى الفيتامين A اذا اتاخد باوفر دوز هنلاقيه نزل تحت خالص في الكاتيجوري X، يعني أصبح absolute contraindication. في حاجة بنستخدمها زي ما قلنا الأسايكلوفير أو الأسيكلوفير، هتلاقوا إنه في الكاتيجوري B. شوف يعني أنا كان ممكن أحرم البيشنت إنها تاخد الأنتي فيرل علشان مجرد إن أنا خايف يكون الدواء ده اسمه بيخوف شوية إنه يكون واو حاجة هديها في الهيربس إنه يكون في مشكلة. لا يا سيدي، ده طلع كمان إنه كاتيجوري B. وحاجات تانية ممكن بنستخدمها زي البريدنيزولون، هتلاقوا انه في الكاتيجوري سي، وهنتكلم اكتر بالتفصيل عن الميديكيشنز دي. بقاعدة بسيطة، حضرتك او حضرتك اذا كان الدراج موجود في السوق في فورم خاصة بالنيونيتس، يعني مثلا دروبس، غالبا مش هيكون في مشكلة اذا الام بتاخده وكانت breastfeeding or lactating. يعني ببساطة إذا كان إحنا بنديه للبيبي أو النيوبورن، فحتى إذا بيوصل جزء منه عن طريق breast milk مش هيكون في مشكلة. وعلشان نبقى في الأمان أكتر، خلي الدوزس ما تبقاش مع الفيدينج تايم عشان تقلل خالص أي concentrations من المادسن ممكن توصل للمالك وبالتالي للنيوبورن. ده في الحالة اللاكتيشن. من الدراجز الكونترا انديكيتد واحد مهم قوي وهقول لكم عنه من دلوقتي لانه احنا بنستخدمه، الميثوتريكسيت. كارثه ومصيبه يعني، ويعني للاسف انا في رايي دي جريمه انك تدي ميثوتريكسيت لوحده بريجننت. يا جماعه الميثوتريكسيت اساسا بيستخدم to induce abortion. لما تروحوا عند الزملاء في الناس هتلاقوا انه هو من الحاجات اللي بتستخدم to induce abortion، يعني ممنوع ان انا اديه لوحده بريجننت اذا كنت قاصد انها تكمل البريجننسي، اما لو قاصد انها تعمل الابورشن دي حاجة تانية. جريمة، واحدة سرعيتك وديها ميثوتريكسيت وهي بريجننت دي جريمة. طيب نشوف من التوبيكال ميديكيشنز اللي غالبا بنستخدمها في البريجننت فيميلز اللي بيجونا العيادة بيشتكوا من some dermatologic disorders during pregnancy، سواء كانت dermatosis of pregnancy أو related to pregnancy بشكل غير مباشر زي ما قلنا لو تفتكرهم في أول فيديو. كتير من الفيميلز أثناء البريجنسي بيحصل لهم exacerbation للأكني، أو يعني ممكن يزيد شوية، أو جات لحضرتك افتكرت هي الأكني بتاعها معاها بقاله 10 سنين افتكرته بقى وهي pregnant وجاي عشان تعالجه. والروزيشا نفس المشكلة، ممكن يحصل exacerbation during pregnancy. التوبيكالز المسموح بيها والغير مسموح بيها. من الأوبشنز اللي عندنا في علاج الأكني طبعا الريتينويدز بالأنواع المختلفة، وحاجة زي التوبيكال تريتينوين أو كمان الأدابالين يعتبروا من الكاتيجوري سي. وأنا قلت لكم إن الكاتيجوري A is okay
كاتيجوري سي انا كنت دايما احفظها استخدمها with caution، يعني سي to be more cautious، انا كده مش 100% في السيف سايد. طيب هو قال ان اوكي ان احنا ممكن نستخدمهم اثناء البريجننسي، لكن يفضل عشان استبعد خالص واكون بعيد عن الريسك اوف تيراتوجينيسيتي اني ابعد عن الفيرست تريمستر. يعني اذا اضطريت وحبيت ان انا استخدمها خليني to consider it after the first trimester، كده يبقى انا ضمنت للبيشنت سيفتي بروفايل اعلى بكتير. برضو هتلاقوا عندنا النهاردة مجموعة من الأسماء للميديكيشنز، ده مش دعاية ولا ضد ولا لي أي واحد من الدراجز اللي هتشوفوهم، لكن الحقيقة أنت في الآخر هتختار من الموجود عندك في الماركت. إحنا محتاجين نبقى عارفين كويس جدا إيه اللي موجود وإيه المتاح وإيه الأفيلابل. أنا مش هكتب دواء مش موجود عندي أساسا في الصيدليات، مش موجود في بلدي، مش موجود حاليا في بلدي، بسمع عنه بس كده في الأحلام، العيان هيصرفه من المريخ. لازم أبقى عارف إيه اللي موجود وإيه اللي مش موجود، فده يعني مفيش أي conflict of interest خالص، ولا يفرق معانا في حاجة غير إن إحنا في الآخر حضرتك هتكتب في prescription اسم تجاري للأسف. فاللي ما يعرفش الأسماء ممكن تكون فرصة كويسة إنه يعرف بعض الحاجات اللي ممكن تكون موجودة في أغلب الماركتس. الكارثة بقى لو أنا اخترت من روتينايز التازة روتين، لأن التازة روتين مفيش جدال إن ده كاتيجوري إكس، يعني ممنوع وكونترا إنديكيتد إن حضرتك تستخدمه في علاج واحدة بريجننت سواء عندها أكني، روزيشيا، بلين وورتس، وات إيفر، ممنوع ممنوع ممنوع. دي حاجة واضحة مفيش فيها أي نقاش، لأنهم لقوا إنه بيعمل anomalies على مستوى الانيمالز، ويعني حضرتك عندك options تانية من الريتينويدز اذا حبيت تستخدم الكاتيجوري دي من الدراجز، لكن ابعد خالص واجري بعيد عن التازة روتين. من الاوبشنز اللي كمان بنستخدمها في علاج الاكني والروزيشيا التوبيكال انتي بايوتكس زي الكليندامايسين والاريثروميسين والمترونيدازول اكتر مع الروزيشيا، ودول كلهم لحسن الحظ من الكاتيجوري بي، والكاتيجوري بي دي طبعا سيفتي بروفايل بتاعها اعلى، وكمان مفيش اي مشكله حتى اذا بتبداها من الفيرست تريمستر مفيش اي مشكله. بعض الاماكن بيكون فيها متوفر في السوق التوبيكال دابسون، وإذا موجود هو كاتيجوري سي، يعني تقدر تستخدمه لكن خليك كوشس. ليه؟ لأن الدابسون ممكن يعمل لنا نيونيتال هايبر بيليروبينيميا، وده ممكن يظهر أكتر لو العيانة مكملة استخدامه لحد الآخر البريجنسي and near the time of delivery. لو عايز تستخدمه وتكون كمان حريص أكتر، خلي العيانة إنها توقف في آخر month before delivery، أو ابعد عن استخدامه في الفترة دي علشان تبعد عن الريسك of neonatal hyperbilirubinemia. كمان من الأوبشنز الموجودة في بعض الأماكن هو التوبيكال صوديوم سلفاسيتاميد، وهو شبيه جدا بالدابسون، لكن الفرق بينهم إن مفيش ريسك للneonatal hyperbilirubinemia، والاتنين من الكاتيجوري سي. وبما ان مفيش ريسك للهايبر بيليروبينيميا فانا اقدر استخدمه مع البيشنت بتاعتي throughout pregnancy اذا كان موجود. اوبشن تاني وكويس جدا في علاج الاكني خاصه في واحده بريجننت او الروزيشيا هو البنزويل بيروكسايد، ده مش بس وكده، ده التريتمنت فور تشويس، يعني ده حقيقي افضل حاجه انك تستخدمها هو البنزويل بيروكسايد من ناحيه الافيكاسي كمان والسيفتي اذا كان افيلبل. السلسليك اسيد بتهيالي ده بقى اللي دايما موجود في كل الاماكن وفي كل الاوقات، لانه حاجه فيري
تشيب وما فيش اي مشكلة في توفيرها، لكن هو الساليسيليك اسيد سواء بتستخدمه مع الاكني او روزيشيا او السورايسيز او اي حاجة عايز تستخدم فيها كيراتوليتيك ايجنت اوكي، لكن خلي بالك من استخدام الساليسيليك اسيد لانه ممكن يكون في ريسك، عشان كده هو كاتيجوري سي. ليه ممكن يكون في ريسك؟ زي ما انتم شايفين هو قريب جدا من الاسبرين، لانه ممكن يعمل بريماتور كلوشر اوف ذا داكتس ارتيريوزس كمان واوليجو هيدرامنس. فاذا اضطريت ان انت تستخدم التوبيكال ساليسيليك اسيد خلي بالك اوعى خالص تخلي البيشنت تو ابلاي ات اوفر لارج ارياز لارج سيرفيس ارياز، لا ممنوع، ولا لفترات طويله، ده شود بي فور ا شورت تايم. كمان ابعد خالص عن اي حاجه تزود الابزوربشن انه يتحول الى سيستميك ابزوربشن، زي انك تحطه اندر اوكلوجن وده هيزود التوكسيسيتي. يعني انا ممكن استخدمه لكن بطريقه حريصه لانه هو كاتيجوري سي. ايه تاني عندنا في الاكني كاوبشن للتريتمنت؟ الازيليك اسيد، والازيليك اسيد كاتيجوري بي، يبقى هنا عندنا سيفتي اعلى وده شيء كويس جدا ومتوفر. كمان هو له دور في علاج البيجمنتيشن او البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، واللي كتير هتلاقوها مع حالات الاكني. لو عندك حاله سورايسيس او اتوبيك ديرماتايتس في بريجننت فيميل والديزيز از لوكالايز، واقدر ساعتها اختار حاجه توبيكال. كل التوبيكال اوبشنز المتاحه لينا سواء كان الفيرست لاين which is the topical corticosteroids او الاذر لاينز كلها كاتيجوري سي، يعني حضرتك برضو استخدمها وخليك كوشس. ليه؟ لان اذا بتستخدمها برضو فترات طويله او على مساحات كبيره او under occlusion هيكون في risk of toxicity سواء في الكورتيكوستيرويدز، ودي اكتر حاجه فعلا بنستخدمها لانها الفيرست لاين، او حاجه تانية زي الكالسيبوتراين لانها ممكن يحصل توكسيسيتي من الفيتامين دي، زائد ان الكورتيكوستيرويدز كمان ممكن تنديوس لو بيرث ويت. فخلي بالكم برضو انها لازم تكون على لوكالايز ارياز وباقل القليل والفترات قليله وويذاوت اوكلوجن، وده ممكن قوي لو بتعامل مع localized case of psoriasis أو atopic dermatitis في واحدة pregnant. من الانتيميكروبيالز الموجودة عندنا topical، وزي ما اتكلمنا في أول فيديو خالص إن كل الانفكشنز تقريبا بتزيد وقت البريجننسي علشان الإميون imbalance والrelative immune suppression اللي بيكون موجود. فوارد جدا ان تيجي واحده بريجننت ويكون عندها فانجل انفكشنز او يجي لها بكتيريال انفكشن او ايبن حاجه زي سكيبس، انا هضطر اتعامل معاها واواجه الموقف ده. طيب هكتب ايه لو انا عايز اكتب حاجه انتي بكتيريال وتكون سيف؟ لحسن الحظ ان الانتي بكتيريالز اغلبهم مفيش اي مشكله ويعتبروا كلهم سيف. اللي بيهمونا في الجلد مهمين جدا وبنستخدمهم كتير، ولحسن الحظ ما عنديش مشكلة مع الانتي بكتيريالز. المشكلة هتيجي في الانتي فونجلز والانتي بارازيتيك. في الانتي فونجلز توبيكال، انا لسه بتكلم على الجزء الخاص بالتوبيكال، ما دخلناش خالص في السيستميك. حتى لو توبيكال، ايوة حتى لو توبيكال، الاميدازولز من الكاتيجوري سي، يعني حضرتك ما تستخدمهاش عمال على بطال. ده كمان لو عايز تكون دقيق وتختار the best choice for your patient والmost safe، ده انت جوه الإيميدازولز عندي 2 category B، يعني safety profile بتاعهم أفضل، اللي هو مين؟ الكلوتريمازول والأوكسيكونازول. دول إيميدازولز لكن safety profile بتاعهم حتى لو مستخدمين topical احسن بكتير من الاذر ايميدازولز، يعني انا افضل ان انا ابدا بيهم. من التوبيكال انتي فونجلز التانية اللي كمان عليها سيفتي بروفايل
كويس جدا وكاتيجوري بي التربنافين، وده بنستخدمه كتير جدا ومتوفر دايما وبيغطي لي مجموعه من الفانجل انفكشنز. فالتربنافين توبيكال من الكاتيجوري بي، وكمان الحاجات اللي زي النيستاتين. يبقى في الانتي فانجلز انا لو هختار من مجموعه الايميديازولز هفضل ان انا اختار اللي هم الموست سيف، الكلوتريمازول والاوكسيكونازول. في الانتي بارازيتك ما عنديش غيره حبيب الملايين البيرميثرين. البيرميثرين ده هو ذا دراج اوف تشويس، الموست سيف وافكتيف، ومش هيكون في اي مشكله في استخدامه لبريجننت فيميل سواء كان في سكيبس او لايس. اتس سيف تو يوز بيرميثرين كاتيجوري بي. يعني لو افتكرنا تاني كده في التوبيكال تقريبا كله ما كانش فيه مشكله كبيره ما عدا التازا روتين، وده ابسولوت كونترا انديكيشن، اوعى خالص تستخدمه في اي بريجننت فيميل. طيب بالنسبه للسيستميك، افرض ان انا محتاج استخدم سيستميك او استخدمت توبيكال وما كانش افكتيف، او اوريدي الحاجه او الديزيز اللي بتعامل معاه ما عنديش topical options to use، فانا مضطر من البدايه اني اختار من السيستميك medications. طبعا قصه مشهوره كلكم عارفينها، الايزوتريكينوين وسيستميك والاكني فالجارس، هو حلو جدا ما عدا لو حضرتك مع واحدة بريجننت، بتتعامل مع واحدة بريجننت وجاية بتشتكي من أكني فالجارز، contraindicated to prescribe isotretinoin. It's a contraindication. دي جريمة كبيرة، وأغلب البرودكتس بيبقى مكتوبة عليها بالبونت العريض وجميع اللغات إن ده يمنع مع الحمل وبيعمل تشوهات في الجنين، ويعني لو البيشنت يعني هيقرا بس كده هيتفرج على العلبة من بره هيفهم. لكن للأسف للأسف للأسف، ودي أنا شفتها بنفسي، إن في معرفش يعني بعض البيشنتس بتستهين او بتفتكر ان يعني الدواء اللي بيعالج حب الشباب ده يعني هيعمل هيوصل جوه بقى ويوصل للبيبي وهيعمل له مش عارفه ايه، ده حتى حب الشباب يعني ده طريق واحنا في طريق تاني خالص. والله هي جت بريجننت وبنفسها بتقول ان هي بتشتريه من الصيدليه، الصيدلي نفسه مشكورا حذرها، هي حضرتك ده كذا ما يتاخدش، اذا فيه كذا يعني يا ريت ممنوع، ومع ذلك هي قالت ان هي خدته. الاكني اللي كان عندها كان تقريبا مؤثر على تفكيرها، مش فاهمه، خدته وبقت بريجننت وجايه بقى لسيادتي دكتوره الدرما علشان احللها المشكله. دلوقتي المشكله للاسف ما عادتش تخصنا خالص، ده بقى هتروح للزملاء في النساء تو مانج اند تو ديسايد ايه البيست مانجمنت هيكون في حاجه زي كده. لكن جريمه جريمة جريمة جريمة، جهل من البيشنت دي حاجة، كما يبقى جهل من الطبيب دي بقى يعني مليون حاجة. فحضرتك ده كونترا انديكيشن، ممنوع ممنوع ممنوع. ليه ممنوع؟ كم الكونجينيتال اناموليز اللي ممكن يعملها سيستميك ايزوتريتينوين لو شفتوها هتتخضوا، يعني بيأثر على الاير وبيأثر على البرين وبيعمل هيدروسيفلس وبيعمل كاردياك anomalies وكمان facial deformities، حاجات ملهاش حل، حاجات ملهاش حل، والانسيدنس عالية جدا مفيش فيها هزار. طيب لو عايز active systemic treatment لوحدة عندها acne vulgaris during pregnancy، في ناس بتكتب التتراسايكلينز، لكن الحقيقة لا، التتراسايكلينز دي في الكاتيجوري دي، واحنا اتفقنا قد ما نقدر عايزين نكون كاتيجوري بي اور سي. لو دخلنا في الكاتيجوري دي هيكون في عندي ريسك كبيره على الهيومن فيتوس. زي ايه؟ زي ما انتوا فاكرين زمان في الفارماكولوجي كانوا دايما يقولولنا على الديبوزيشن اوف تتراسايكلينز ان بون اند تيث، وان ده بيبدا من السكند تريمستر، والديسكلاريشن اللي بيحصل في التيث بيبقى في البدايه لونه يلوش وبعد كده بيبقى مور دارك اند بيرمننت. كل دي مشاكل مش هيكون ليها حل،
والأسوأ من كده إن ممكن يحصل للأم نفسها acute fatty liver. والفاتي ليفر ما بيجي acute دي تعتبر emergency ومشكلة كبيرة جدا، يعني في hazards هتحصل على الفيتوس وحاجات permanent وملهاش علاج، وفي مشكلة كبيرة ممكن تسببها التتراسايكلينز دي الأم اللي هي acute fatty liver. كل ده اللي خلاه يبقى في الآخر category D، يعني في danger موجود أو في risk كبير جدا ياريت يا حبذا ان احنا ما نستخدموش في علاج اكني. طب ما انا عندي اوبشن تاني مور سيف من الانتيبيوتيك جروب اللي هو الاريثروميسين. الاريثروميسين على العكس كاتيجوري بي، يعني لو حضرتك محتاج انتيبيوتيك تعالج بيه اثناء البريجننسي زي في حاله الاكني، انا ممكن بدل ملجا للتتراسايكلينز عندي اوبشن تاني افكتيف والسو is more safe. ليه ما استخدمش من الاريثروميسين؟ الريسك بتاع الاريثروميسين ما بيحصلش الا مع long use والبعض البريباريشنز زي الاريثروميسين ايثايل ساكسينيت، دول اللي ممكن يبقى فيهم ريسك للليفر توكسيسيتي. وعلشان كده ممكن تستخدم كمان بدل الاريثروميسين حاجة زي الأزيثروميسين والبنسلينز أو السيفلوسبورينز في الليتر بريجنسي إذا احتاجنا استخدام أنتيبيوتكس. إحنا لسه بنتكلم على الأكني والعيانة بريجننت هنعمل إيه، هنديها إيه سيستاميك لو السيفيريتي بتاعت الأكني فالجارز الموجودة عندها تستدعي إن أنا أستخدم سيستاميك ميديكيشن. الاوبشن التاني اللي بنتكلم عليه ان جنرال في علاج حالات الاكني هو استخدام الانتي اندروجينز زي دي سبايرونولاكتون. السبايرونولاكتون از كاتيجوري سي، يعني حضرتك خلي بالك ليه ايه المشاكل، لان ممكن بما انه هو انتي اندروجين زي ما هتاخده في الاندرولوجي ممكن ياثر على الجينيتال جينيسز ويبقى في مالفورميشنز او امبيجوس جينيتاليا، ودي ممكن كمان بتتشاف اكتر في الانيمال ستادس، لكن هو ريسك بنخاف منه وريسك كبير جدا، يعني ممكن يحصل فيمينايزيشن اوف ميل رات فيتسز وده حصل في اكتر من ستادي، ولو في ميل ممكن يبقى في delayed sexual maturation. ستيل كل الكلام على مستوى الانيمالز مش على مستوى الهيومنز، لكن الكلام ده كلام كبير جدا ودي سايد افكت اذا بيحصل في الهيومن هيكون تصليحه صعب، وحقيقي ممكن استغنى عن السبايرونولاكتون during pregnancy لان في options تانية عايز تستخدمه. خلي بالك ان هو category C، يعني لازم تكون حذر و very cautious. لو patient psoriatic احنا قلنا لو localized disease انا ممكن استخدم topical بشروط، لكن افرض ان هي severe psoriasis او aggressive psoriasis اكيد هحتاج ان انا اختار حاجة من systemic options اللي موجودة in general. مرة تانية retinoids في اي ديزيز ممنوع، وكل انواع السيستاميك ريتينويد سواء كان الايزوتيتينوين او الاسيتريتين ممنوعين جريمه. فنفس الكلام زي ما قلنا مع الاكني فالجارس، اي سيستاميك ريتينويد ممنوع كونترا انديكيتد كاتيجوري اكس. طيب عندي ايه اوبشن تاني في السورايسيس؟ ده الميثوتريكسيت، ده يعني اللي احنا كلنا شغالين بيه اغلبنا، يعني اول ما بشتغل اشتغل بالميثوتريكسيت، لكن اتفقنا ان الميثوتريكسيت ده drug abort efficient، يعني لو حضرتك عايز to induce abortion اتفضل وتكرم وديها الميثوتريكسيت، لكن انا بعالج psoriasis لا، يبقى انا اكيد مش هدفي خالص to induce abortion. ده الزملاء في النساء بيستخدموه في بعض الحالات زي في الاكتوبيك بريجننسي، ده لو انا اديته الواحدة بريجنن دي جريمة وللأسف بتحصل. تخيلوا ان السايكلوسبورين اللي ساعات واحنا بنقرا عنه والميكانيزم اوف اكشن والسايد افكت نفتكر ان هو دواء شرير وانه الهازرز بتاعته اعلى، لا ده السايكلوسبورين كاتيجوري سي، يعني يعتبر
ابن حلال عن الميثوتريكسيت واللي احنا عارفينه اكتر يعتبر السايكلوسبورين اهون بكتير في البريجننسي، لان البنفيتس وقتها هتكون اعلى والسايد افكتس بالمقارنه اقل بكتير. لو انا مضطر اختار حاجه من السيستميك اوبشنز، السايكلوسبورين هيبقى اوبشن محترم جدا وساعتها يستحق ان احنا نستخدمه. ايه تاني اوبشنز للسيستميك في السورياسيس؟ البيولوجيكال ثيرابي، تخيلوا ان البيولوجيكس دي سيف، انها كاتيجوري بي، يعني السيفتي مارجن بتاعها اعلى من السايكلوسبورين كمان، واكيد اوبشن وارد بعكس الميثوتريكسيت زي ما قلنا والريتينويدز. لكن احنا عارفين ان ده حاجه اكسبانسيف وبرضو ليها سايد افكتس ومش متاحه للجميع للاسف، لكن السيفتي بروفايل بتاعها اعلى. اليو في بي فوتوثيرابي سيف وإفكتيف وبنستخدمها في الأطفال والبريجننس بدون أي مشاكل، فدي أوبشن ممكن لو جنراليز سورايسيس تقدر إنك تستخدمه من غير سايد إفكتس. طيب لو العيانة أتوبيك أو أي ديزيز ديورينج بريجننسي محتاج أستخدم فيه سيستميك ستيرويدز، وكتير جدا هنحتاج السيستميك ستيرويدز. الستيرويدز لو هديها سيستميك هي كاتيجوري سي، يعني حضرتك هتستخدمها with caution. ليه؟ لان لو محتاجين higher doses هتبدأ تظهر مشاكل مهمة في البيبي زي الانتريترينين growth retardation، بيبي ينزل وزنه قليل والgrowth بتاعه retarded. كمان ان حضرتك هتعمل inhibition of endogenous steroid production وممكن يحصل withdrawal manifestations serious. بعض الستاديز كمان بتقول ان في risk للكليفت لاب والكليفت بالات مع استخدام السيستميك ستيرويدز، لكن حقيقي مش كل الستاديز بتأكد نفس الفايندينج ده، لكن موجود في مجموعة من الستاديز اذا بتقروا عن السايد افكتس للسيستميك ستيرويدز ديورينج بريجننسي. دراج تاني اوبشن ممكن يستخدم كمان في الاتوبيك ديرماتايتس المايكوفينوليت موفيتيل، وده كاتيجوري دي، يعني احنا هنا في نقطه الخطر دينجر. للمايكوفينوليت موفيتيل لو سايد افكتس سيريوس سايد افكتس زي كونجينيتال مالفورميشنز فين في الاسوفيجس. انا اول مره اشوف دواء بيعمل congenital malformations في الاسوفيجس، ده دواء غريب جدا. heart يا سلام، distal limbs anomalies يا سلام، يعني الطفل ده اتدمر من كل الاتجاهات، ده اذا كمل ده كمان ممكن يحصل spontaneous abortions. يعني نبعد خالص عن المايكوفينيليت موفيتيل، ده كاتيجوري دي. انتي هيستامينز اكيد بنحتاجها مش بس في الاتوبيك ديرماتايتس، في بعض الديرماتوزيس اوف بريجننسي هحتاج استخدم فيها الانتي هيستامينز، والحسن الحظ ان عندي مجموعه كبيره من الانتي هيستامينز سيف تو يوز او كاتيجوري بي زي السيتريزين والكلورفينرامين واللوراتادين. دول ما فيش اي مشكله اذا حضرتك محتاج تستخدم فعلا انتي هيستامينز، لكن قد ما نقدر نحاول avoid during lactation لان جزء منها will be secreted in milk وممكن يعمل sedation كمان او side effect على النيونيت مش بس على المادر. لكن حقيقي ده اقصى ما يمكن انه يحصل side effect، لكن في الاخر هي category B. في الconnective tissue disease وخاصة في اللوبوس الهيدروكسي كلوروكوين ده دراج مهم جدا واساسي، وهو من الكاتيجوري سي. بالرغم ان هو من الكاتيجوري سي يعني لازم نستخدمه with caution، الا انه بينصح جدا جدا ان حضرتك لو البيشنت ماشيه عندها اللوبوس وماشيه على البلاكونيل مثلا ما توقفوش، لانك لو وقفته المشكله هتبقى اكبر، هيحصل flaring of lupus وده مشاكله هتكون اكبر بكتير من انها تكمل بالهيدروكسي كلوروكوين. يعني اذا قارنا الضرر اللي هيحصل
هنلاقيه أكبر إذا وقفنا. فا it's recommended إن البيشنت تكمله حتى وإن كان هو category C. الفانجل انفكشنز كان عندنا options topical، ومش كل الفانجل انفكشنز أقدر أعالجها topical، أنا كتير بحتاج أستخدم systemic antifungals. طيب وده كتير جدا بنشوفه، وسؤال بيبقى يعني مشهور وإحنا قاعدين كده في العيادة الخارجية، نايب يعني عنده شوية ضمير بدل ما يكتب حاجة هو مش متأكد بيسأل البيشن دي عندها سي تينيا كوربوريس واكستنسيف، عندها أونيكومايكوزيس، أنا أديها أنتي فونجل إيه سيف يا دكتورة؟ هي عندي مشكلتين في السيستميك انتي فونجلز. السيفتي دي فاكتور اساسي، وده هدفي الاول ان انا اتاكد ان الدراج از سيف، لكن كمان الافيكاسي، لان مش كل الانتي فونجلز الموجوده عندي سيستميكالي كان كفر ذا بوث ديرماتوفايتس اند ييست. فدي حاجتين لازم نفكر فيهم، اوكي رقم واحد مين فيهم سيف، تاني حاجة هو الدراج السيف ده هيبقى إفكتيف في الفنجل إنفكشن اللي قدامي دلوقتي ولا لا. هنفهم قصدي إيه كمان شوية. أول واحد التربنافين، التربنافين سيف كاتيجوري بي، ده سيفتي بروفايل محترم جدا، لكن التربنافين بيغطي الدرماتوفايتس، يعني لو الحالة مثلا عندها إكستنسيف كانديدايسيز للأسف التربنافين بالرغم انه هو سيف لكن مش هيقدر يساعدنا في الكانديدايسز، دي رقم واحد. يبقى بالرغم ان السيفتي بروفايل بتاعه فعلا عالي لكن مش هيغطي كل الفنجل انفكشنز. تاني حاجة التربنافين من الاوبشنز الكويسة جدا في علاج الأونيكومايكوزيس، لكن ده هياخد long period او long course ان انا اعالج بيه أونيكومايكوزيس. مش معقولة ولا من المنطق انا عايز اقلل اي ريسك من الميديكيشنز على واحدة بريجننت ان احنا نختار التايم اوف بريجننسي علشان اعالج حاجة بسيطة وقالم زي الأونيكومايكوزيس. don't use oral terpenafin electively، يعني حضرتك ما تمشيش ورا كلام البيشنت ولا تقرر ان انت تعالجها من الأونيكومايكوزيس ما حبكتش يعني بالبلدي وقت البريجننسي، دي مش حاجة urgent وهتمشي عليه لفترة طويلة، وبالتالي بالرغم ان هو كاتيجوري بي ممكن يكون فيه مشاكل. من السيستميك انتي فونجلز القديم جدا والمعروف الجريزوفالفين وكمان الإيميدازولز، لكن هما الاثنين بيجوا في الكاتيجوري سي، يعني التربنافين is more safe. ليه؟ لان الجريزوفالفين low risk of skeletal and CNS anomalies، وحصل الكلام ده في الانيمال ستادز، والكيتوكونازول زي ما انتم عارفين هو انتي اندروجين زي ما قلنا على السبايرونولاكتون، وممكن يعمل لنا سيكشوال امبيجوس اورجان سيكشوال اورجانز، وخاصه كانتي اندروجين في الميل فيتوس، ويحصل كومبليكيشن كبيره جدا وعلاجها يكون صعب. فعلشان كده هما كاتيجوري سي. كمان الإترا والفلوكونازول كاتيجوري سي، لكن أنا عندي ميزة هنا في الإترا كونازول والفلوكونازول إنه هما broad spectrum and they can cover both dermatophytes and yeast، وده ما كانش متحقق معايا في التربنافين بالرغم إنه كاتيجوري بي and more safe. لو أنا عايز أختار ما بين الإترا والفلوكونازول، حقيقي الإتراكونازول الغالي شويتين هو اللي له سيفتي أعلى و the lowest teratogenic potential، أقل واحد ممكن يعمل لنا teratogenicity هو الإتراكونازول، لكن مشكلته الوحيدة يمكن اللي بنقابلها إنه more expensive عن حاجة زي الفلوكونازول، والاتنين category C. يبقى in general لو بنتكلم على الفانجل انفكشنز، انا لو اقدر استخدم التربنافين هيكون ده افضل اختيار لانه كاتيجوري بي لو بتعامل مع درماتوفايت،
لكن لو انا ما بتعاملش مع درماتوفايت ومحتاج حاجه برود سبيكتروم هتجه للجروب الثاني الازولز. ومن الازولز لو عايز اختار الموست سيف هيبقى هو دي اترا كوناسول. في البيديكيولوزيس او في السكيبس ممكن نحتاج نستخدم حاجه سيستميك زي الايفرماكتين لكنه كاتيجوري سي. ليه كاتيجوري سي؟ لانه حصل منه تيراتوجينيسيتي على مستوى الانيمالز. الدراج اساسا بيستخدم مع الانيمالز قبل ما كان يستخدم مع الهيومنز، فمع الجرعات الكبيره منه بيحصل تيراتوجينيك افكتس ان انيمالز. فاذا حضرتك تقدر تو افويد ده هيكون افضل. والحقيقه ان احنا عندنا توبيكال حاجه زي البرميثرين سيف اند افكتيف. لو هنعمل اي سيرجيكال بروسيدور حاجه ماينور سيرجري ديورينج بريجننسي، حاجه احنا اللي هنشتغلها، هتشيل وورت، هتشيل سكين تاج، هتعمل حاجه ماينور مش ميجر، هتحتاج اكيد تحقن لوكال انستيجيا. واللايدوكين والبريلوكين هما الاثنين الموست سيف وهم كاتيجوري بي، يعني دول اقدر استخدمهم كمخدر للمكان اللي هشتغل عليه بدون مشاكل طالما ان انا بحقن صح. بحقن صح من ناحيه الكميه اللي بحقنها وما بحقنش البيشنت في انترافاسكولار، عشان ده اللي هيسبب مشاكل كبيره جدا لو حقنت غلط. لكن حقيقي الماتيريال نفسها از سيف كاتيجوري بي. طب اذا حضرتك حقنت غلط او حقنت كميات مبالغ فيها ممكن تحصل مشاكل كبيره جدا للاسف زي كاردييك توكسيسيتي او سي ان اس توكسيسيتي. فهم لو بيستخدموا بطريقه مظبوطه وبكميه مظبوطه في الحقن مفيش اي مشكله من اللايدوكين ولا البريلوكين. احيانا نستخدم حاجه فازوكونستريكتور مع الانستيجيا عشان اقلل البليدنج زي الابينافرين، او بتيجي بعض الحاجات ميكس مع فازوكونستريكتور زي الابينافرين لو بتعامل في مكان او في ليجن فاسكولار، مثلا بتشيل بايوجينيك جرانيولوما فور اكزامبل وعايز يكون في اقل بليدنج وما يبقاش الفيلد بتاعك ميسي ولا البيشن يحس يعني انه بيعاني. انا ممكن اضيف جزء من الابينافرين بكميات بسيطه ما بيكونش في اي مشكله لو بتحقنه لوكال مع الدرماتولوجيك بروسيدجر اللي انت بتعملها. لو بتعمل حاجه محتاجه يمكن في بعض الانواع من البروسيدجرز احنا مش بنقوم بيها، عشان كده هتلاقي كتير متكلمين على استخدام سترونج انالجيسكس زي ايفن الاوبويد. بعض البروسيدجرز ممكن بيكون في بين بعديها محتاج تدي حاجه نون ستيرويدال او تدي حاجه زي الاوبيتس. لكن لو هتدي حاجه تو ريليف بين بوست اوبراتيف زي الاسيتامينوفان مفيش مشكله، ده دايما من الحاجات المسموحه جدا ديورينج بريجننسي كاتيجوري بي. خلي بالك ان النون ستيرويدلز لها مشاكل معروفه زي الايرلي كلوزر اوف دكتس ارتيريوزس والاوليجوهيدرامنس. اتفقنا ان ممكن نستخدم سترونجر انالجيسكس اذا كان في انديكيشن متعرضين ليه، هيكون كاتيجوري سي لان مشكلتهم الاساسيه انهم بيعملوا ديبريشن اوف ذا ريسبيريشن والويدرول بتاعهم ممكن يسبب مشاكل على النيونيت اذا استخدمناها لفترات طويله. حاجات ماينر اوبريشنز احنا بنعملها زي الكرايوكوتري او الابليتيف ليزرز او الترايكلورو اسيتيك اسيد يوز في اي ماينر بروسيدر بتعملها مفيش اي مشكله، بالعكس دي الاوبشنز السيف والمتاحه دايما بتحل لك مشاكل كتيره جدا من غير ما يكون في اي هازرز موجوده على الام ولا على الفيتوس. يعني الخلاصه كده في الخطة بتاعتك للتعامل مع pregnant female وعايز تعمل اي treatment او procedure او تكتب بروشيتة،
والله حضرتك لو ال disease أو situation أو الكومبلين دي حقيقي ممكن to be treated as a conservative treatment، ده هيكون رائع جدا، جنبت البيشنت كل المشاكل، بس يكون فعلا الأمر يستحمل أو لا يستدعي إن أنا أستخدم active treatment، مش يعني أنا أخد السيف سايد بدون وجه حق. طيب احتاجنا نستخدم تريتمنت لو هقدر اعالجها topical، والله ده هيكون كويس جدا اذا فعلا اقدر اعالجها topical. امتى هلجأ للسيستميك وهختار من السيف اوبشنز؟ اذا ما قدرتش اعالجها topical، مفيش حاجة بتعالج المشكلة بتاعتي topical حقيقي، او استخدمت topical وكان في failure ما استجابتش ما تحسنتش ومحتاج استخدم حاجة systemic، هضطر على الترتيب ألجأ للسيستميك اوبشنز. اي بروسيدور ممكن تتأجل لبعد الدليفري يا حبذا، ما يبقاش الوقت اللي البيشنت بتطلب فيه الحاجة غير مناسب وحضرتك تمشي ورا العيان، ولما هتحصل مشكلة انت المسؤول وانت الملام. يعني لو حاجة إلكتيف وجاية هي طلباها وحقيقي مفيش ايرجنسي انها تتعمل دلوقتي ولا في حاجة حقيقية، حضرتك لما تقومي بالسلامة هيبقى الوضع أفضل وهتستجيبي أحسن والريزلتس هتبقى أفضل، وأي بيشنت أكيد يهمه مصلحته بالنهاية، بس أنت لازم توجه البيشنت للاتجاه الصحيح. ولو اضطرينا إن احنا نعمل درماتولوجيك بروسيديورز في السكند تريمستر ما عنديش أي مشكلة، يعني ده هيكون الوقت الأفضل، عدي بس التريمستر الأولاني دايما بيكون فيه كل المشاكل، وأقدر جدا أستخدم لوكال أنستيجيا، مفيش أي مشكلة من المجموعات اللي اتفقنا عليها زي اللايدوكين، مفيش أي سايد إفكتس خطير. ويا رب نكون استفدنا وبقينا على الأقل عارفين إيه هي الخطوط الحمراء والحاجات اللي غير مسموحة خالص، والكاتيجوري اكس والكونترا إنديكيشنز الواضحة، وإيه الأوبشنز حقيقي اللي ممكن أختار منها بدون أي مشاكل وأفيلبل وموجودة عندي في الماركت وموجودة في البريسكريبشن وأنا متأكد وأنا بكتبها، وإيه الحاجات اللي يمكن لحد النهاردة يفضل إن أنا أبعد عنها. فأتمنى إن أنا أشوفكم على خير بإذن الله المرة الجاية.